السلام عليكم، انا الدكتور حسام الدين جلال الملاح، استاذ المساعد الاشعه بكليه الطب جامعه اسيوط. انا كنت عايز اتكلم معاكم النهارده على دور الاشعه التلفزيونيه على الرئه في فحص امراض الرئه في الاطفال حديثي الولاده داخل الحضانات. الحقيقه ان فحص الاشعه التلفزيونيه حاليا دلوقتي من 3 4 سنين ابتدى يبقى هو ليه دور اساسي في التشخيص وامراض عدم اكتمال الرئه عند الاطفال. كنا الاول بنستعمل الاشعه العاديه والاشعه المقطعيه، ولكن للاسف الاشعه دي فيها نوع من الضرر للطفل، وتعرض ليها فترات كثيره او عدد مرات كثيره للاشعه ممكن يسبب له مشاكل في المستقبل. فكان كنا بنفكر في حاجه بديله للاشعه العاديه والاشعه المتعينه، فكانت الاشعه التلفزيونيه. في الاول كانت الاشعه التلفزيونيه ما لهاش دور قوي، لكن حاليا دلوقتي الاشعه التلفزيونيه على الرئه بقت سهله ومتوفره، وحصل تطور في اجهزه الاشعه التلفزيونيه، فبقى دلوقتي ممكن نشخص الامراض الرئه عند الاطفال حديثي الولاده وداخل الحضانه باستعمال الاشعه التلفزيونيه بدون ما نعرضهم لمشاكل الاشعه العاديه. وده فحص سريع وبيتعمل داخل الحضانه او داخل عنايه الاطفال، مش محتاج ان احنا نقول للطفل ولا بالاكسجين ولا حاجه، بنعمله هو داخل الحضانه، وفحص سريع وامن ورخيص وجزء التشخيص بتاعه عالي. فانا انصح كل الابهات والامهات اللي هما بيفكروا لو لا قدر الله عندهم ابن في الحضانه محتاج اشعه على الصدر، يحاول يسال الدكتور بتاعه هل ما فيش اشعه بديله للاشعه التلفزيونيه ممكن نعملها ولا لا، لان الاشعه التلفزيونيه حاليا هي البديل الامن للاشعه العاديه.